الإسراء والمعراج رحلة منه. جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية في ألمانيا. المكتب الإعلامي يقدم أمسية وهج السراج في ذكرى الإسراء والمعراج، مدائح رائعة ومتنوعة، كلمات عن المناسبة تحت شعار الإسراء والمعراج رحلة النور. برلين am 31. März 2019 17 Uhr in der Umar ibn al-Khattab Moschee, islamischer Verein für wohltätige Projekte.